تركوا صاحبه. يا سلام على التمرير الرائع، هدف ممتاز روعة. يا سلام على اللقطات الفنية الهائلة والانسجام الكلي اللي يظهر بين عناصر الفريق الجزائري، وهذه الإعادة بكل امتياز. يا سلام على هذا اللقطة البديعة. بتروني دراوي بنقدا بتروني، تمريرات رائعة جدا. صفصفي رائع، دراوي رائع، هار. يا سلام روعة روعة خارقة للعادة. يا سلام على الذكاء والبراعة الفنية الهائلة والتمريرة الجميلة والتصويبة الهائلة. أربع أهداف نظيفة في شباك جوجاس اليوناني.1975 اللقاء النهائي، هنا كنا خاسرين بال 75 دينا لاميدا يدور، كانت لجيري تلم البالون يدور، خضرا مول امور ما خليتي عقول، معاك ديفيلي ننسى الحرقة والبابور. اليوم وجد الحق، فرحوا برك. هاو الهدف نفقت هنا. أنا بعد ما نشوفوك شو عمر. هذه لكن فرحة كبيرة. من الطلوزين ديزل. هذا هدف التعادل من بعد الهدف الثالث سجلوا من قلتي. نبقى دقيقة. من بعد. 30 سكون. هو الهدف تاع من قلت يعني. وعبد الرزاق زواوي. هدف السلام، هدف. هي هذه هي الاسم الاولى كما قلنا اول لقب تيتر في كرة القدم. بالقلت الرائع الجميل في الدقيقة السادسة من المرحلة الثانية من الوقت الإضافي. همت الكرة حول الحمى ويسجل أبناء الفريق الجزائري الشعب هدفهم بالقوة بالإرادة
بالقوة بالقوة يأتي الانتصار. لما تسمع هكذا عمر واش تفكر؟ ايه لما تسمع هكذا الحكم الاسباني واش نقول لك؟ ما عندها حتى هبره، ما تقدرش. طبعا هذا كان اول لقاء في كرة قدم عام من بعد عمر بطل.